وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة المرقاف في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا أرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري. حياكم الله شيخ زيد. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المشاهدين. آمين وفيكم، نسعد بتواصلكم معنا مشاهدينا الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. بذات شيخ زيد، هذا سائل عبر جوال البرنامج يقول: اليوم لصلاة الظهر دخلت مع الإمام بعد السجدة الأولى للركعة الأخيرة من الصلاة، كيف أقضي ما فاتني من ركعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فدل هذا الحديث، ولا سيما رواية وما فاتكم فأتموا، دل هذا على أن ما يدركه المأموم يكون هو أول صلاته، بمعنى أن عليه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعتين الأوليين، يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة، ثم يجلس للتشهد، ثم إذا قام للركعتين الأخريين فإنه في مثل هذه الحال يقتصر على الفاتحة، وإن شاء أن يزيد على الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر، فقد جاءت بذلك السنة كما في صحيح مسلم أحيانا، لكن الأكثر والغالب من السنة أن في الركعتين الأخريين يقتصر فيهما على الفاتحة. فدل هذا الحديث وما فاتكم فأتموا، دل هذا الحديث على أن ما يدركه المأموم هو يكون أول صلاته. وأما رواية فقضوا، استدل بها بعض العلماء على أن ما يدركه المأموم هو آخر صلاته. نقول إن القضاء هنا في المصطلح الشرعي ليس كالقضاء المعروف لدى الفقهاء من أنه الذي يكون يقضى بعد وقته، وإنما القضاء هنا فقضوا، يعني فافعلوا، كما قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالمراد من القضاء هو الفعل، القضاء المذكور في هذا الحديث المقصود منه الفعل، فلا يكون هناك اضطراب ولا اختلاف بين رواية فأتموا ورواية فقضوا. نعم، بارك الله فيك. أيضا الشيخ، هذا السؤال يقودنا إلى صلاة المغرب، وأن الإنسان إذا صلى مع الإمام ودخل معه في الصلاة بعد الركوع الركعة الثانية يقضي بأربع تشهدات، كيف طريقتها؟ هذا يعيدنا إلى ما ذكرناه من أن ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، ففي مثل هذه الحال سيجلس مع الإمام في موطن ليس له بجلوس، لأن الإمام سيجلس للتشهد، وهذا التشهد ليس تشهدا للمأموم، لكن من أجل ما هو أوجب من هذا التشهد وهو متابعة الإمام تجاوز الشرع في هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمدة هذا الأمر يكمن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومن ثم فإنه لو قام وخالف إمامه، هنا حصلت المخالفة لهذا الحديث، فنقول عليك أن تمكث حيث مكث وجلس إمامك ولا يضر مثل هذا، لأن جلوسك في مثل هذا الموطن إنما هو لضرورة اتباع الإمام. بارك الله فيك. هذه سائلة عبر جوال البرنامج تقول: أنا متزوجة وزوجي مقصر في الصلاة وأحيانا لا يصلي، نصحته كثيرا لا فائدة، هل أطلب الطلاق وتقدم للمحكمة أم ماذا أفعل؟ الواجب على أمثال هذه المرأة أن تسدي النصح لزوجها، فإذا سدت جميع الأبواب من انصياعه لنصيحتها والتزامه بهذه الصلاة، فإن الواجب عليها ألا تمكث معه وألا تمكن نفسها له،
لأنه في مثل هذه الحال يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال عبد الله بن شقيق كما عند الترمذي، قال عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله، قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، فواجب عليها أن تذهب إلى أهلها، فإن تاب ورجع وصلى فلله الحمد، وإن لم يصلي فإن القاضي يتدخل في مثل هذا ويفسخ النكاح. بارك الله فيك. معنا أم محمد على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك يا شيخ. أنا عندي مشكلة، والله ما أدري هو سحر هو شيء، أبا استفتيك فيها. تفضلي تفضلي. لقيت على الطاولة عندي في المنزل زي البريسي، تعرف زي بالغبار، مرسومة بالغبار زي الرسمة، قعدت لليوم الثاني نفسها ما تغيرت. بعدين أخذت لي موية وملح مقري فيها ورشيتها، طارت طول متر واختفت. كل من سألت قال هذا السحر، وأنا بستفتيك لأن عيالي وزوجي وكل هالبيت تعباني. طيب رد عليها الآن الشيخ، هي تسأل أم محمد، الشيخ بيسألك، تسمعين الشيخ؟ نعم. طيب تفضلي. يعني رأيت هذا رؤية محققة؟ اي قدامي على الطاولة. اي وماذا قيل لك؟ كل من سألته يقول هذا السحر، الشيء هذا طار تتصل كأنه جسم واختفى طول متر يعني عن الطاولة. طيب اجل لعل المهندس باسم يفيدك برقم الشيخ او ياخذ رقمك وتواصل معك بعد الحلقة بإذن الله. خلاص الله يجزاك. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. طيب هذا أحد الأخوة يسأل يقول عن التأمين الطبي، يقول: هل التأمين الطبي حلال أم حرام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن الغرر، والغرر هو بيع الجهالة، بحيث يكون أحد المتعاقدين لا يدري أهو رابح أم خاسر، يعني أنه إلى الخسارة أقرب، ومن ثم فإن هذا يدخل ضمن الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه، فلا يجوز التأمين بجميع وجوهه. هناك تأمين يسمى بالتأمين التعاوني، لكن هؤلاء أصحاب هذه الشركات يجملون هذا التأمين الذي يسمونه بالتأمين التجاري أو بالتأمين الصحي، يجملونه بهذا الاسم ويقولون هو التأمين التعاوني، وهذا ليس بصحيح. التأمين التعاوني هو أن يجتمع عدد من القبيلة أو من الأسرة ويضع صندوقا ويتبرع كل شخص في كل شهر، ومن ثم فإنه إذا دفع هذا المبلغ لا يقصد من ذلك أجرا من الناس، وإنما يقصد بذلك النفقة والصدقة. وقد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشعريين، قال النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ثم اقتسموا، فهم مني وأنا منهم. هذا يقول العلماء المحققون في مسألة التأمين، يقولون هذا إن صح أن نصفه بالتأمين فنقول هو التأمين التعاوني. أما هؤلاء ممن يقوم على هذه الشركات يجمل هذا التأمين التجاري ويقول هو التأمين التعاوني، وهو الذي أجازه العلماء وليس بصحيح. فالتأمين على مثل هذه الحال في حالة لا يكون الإنسان فيها عالما بأنه خاسر أو رابح وهو إلى الخسارة والغرم أقرب، هنا يكون التأمين محرما، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا تجاريا أو ما شابه ذلك من هذه التأمينات. بارك الله فيك. هذا السائل يسأل يقول: رجل ساكن بالكويت وله مشاغل في السعودية، هل يجوز له الجمع مدة إقامته في السعودية أم له أيام محدودة كما عرفنا وتعودنا 3 أيام للمسافر؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول بأنه إذا نوى
أن يبقى أكثر من 4 أيام، فإن الواجب عليه من حين ما يصل أي يتم من حين ما يصل إلى تلك البلدة التي يريد أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام، من أول يوم يتم، لأنه يريد بذلك البقاء أكثر من 4 أيام. ويستدلون على ذلك بأدلة. في الحقيقة هذه الأدلة قد لا تكون واضحة وصريحة، وإنما القول الآخر وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله ويراه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، من أن المدة للمسافر لا تحدد بعدد معين، لقوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فلم يحدد زمنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في بعض أسفاره أنه قصر الصلاة في 19 يوما، وفي أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قصر في 20 يوما. فدل هذا على أنه متى ما صدق عليه وصف السفر وأنه يريد أن يعود إلى بلدته بقضاء حاجته، فإنه في مثل هذه الحال يجوز له أن يجمع ويجوز له أن يقصر. لكن هنا أمر، وهو لما يباح له أن يقصر وأن يجمع وكان في البلد، هنا إذا سمع المؤذن يجب عليه أن يجيب المؤذن، لأن المسافر والمقيم يدخلان تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ويدخلان في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ويستوي في ذلك المسافر وغير المسافر، ولم يخرج صلى الله عليه وآله وسلم المسافر من هذه الحال، بل إنه في سفره صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي بالصحابة صلاة الجماعة. بارك الله فيك. معنا أبو إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ حياك الله. يسمعك الشيخ إبراهيم، تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت بأم جماعة من المصلين، واكتشفت إن أنا بعد ما كبرت اكتشفت إن أنا على غير وضوء. يعني هل كنت ورحت مقدم واحد من ورا الصف مكاني، هل ده صح ولا خطأ؟ طيب واضح. تسمع إجابة الشيخ. شكرا لك. شكرا لك. بارك الله فيك. أيضا هذا سائل عبر جوال البرنامج يقول: ما حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟ سلف الحديث عن هذا، وهو أن الشرع أمر بأن تؤدى كل صلاة في وقتها، هذا هو الأصل، من أن الظهر تؤدى في وقتها، وكذا العصر، وكذا المغرب، وكذا العشاء، وكذا الفجر. لكن جاء الشرع بجواز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، يعني بين الظهر وبين العصر وبين المغرب وبين العشاء، وما سكت عنه الشرع فيجب أن نسكت عنه. لم يأتي في الشرع أن العشاء تجمع مع الفجر أو أن الفجر تجمع مع الظهر، فدل هذا على أنه لا يحق لنا أن نجمع صلاة مع أخرى إلا بدليل، لأن الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. ومن ثم فإن من جمع بين الظهر، عفوا، من جمع بين الجمعة وبين العصر، فإن صلاته، أعني صلاة العصر، غير صحيحة. لما؟ لعدم ورود الدليل على ذلك. وقد نبه على ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ولا سيما من يأتي إلى الحرم فيبقى فيها في عطلة الأسبوع فيصلي مع الحرم صلاة الجمعة، ثم إذا بهم يقيمون الصلاة لصلاة العصر فيجمعون، وهذا خطأ. بل نقول لهؤلاء: إذا صليتم في الحرم أو في أي مكان، إذا صليتم الجمعة فإنكم لا تقصرونها ولا تجمعونها، لا تجمعونها مع الجمعة، بل إذا خرجتم ودخل وقت صلاة العصر هنا تجمعون. لو قال قائل: ما الدليل؟ نقول: عدم الدليل، والأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها. بارك الله فيك. أبو إبراهيم كان يسأل يقول: كان يؤم جماعة من المصلين واكتشف أنه على غير وضوء، ثم قدم أحد الأخوة ليصلي بدلا منه ليذهب ليتوضأ، ما حكم فعل هذا؟ فعله من أحسن الأفعال، ويحمد على هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومن ثم فإن المسلم متى ما علم أنه غير
طاهر بمعنى أنه محدث، فواجب عليه أن يقطع الصلاة ولا يجوز له أن يستمر فيها مع علمه. ومن ثم فإن جمهور العلماء يرون أن من استمر في صلاته وهو عالم بأنه على غير طهارة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. بل إن أبا حنيفة رحمه الله يذهب مذهبا أعظم من ذلك، يرى أنه يكفر لأنه بمثابة المستهزئ. ولكن الصحيح هو قول الجمهور، بما أنه قد يستحي من أن يخرج، فإنه في مثل هذه الحال يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز له أن يفعل هذا. لكن فعل هذا الرجل هذا فعل حسن ويشكر عليه. بارك الله فيك. أيضا هذا سائل عبر جوال البرنامج يقول: علي عدة أيمان لم أتم فيها، كان أقول والله لا تطلع ويطلع، أو مثل أقول والله لا أتصل ثم أتصل. هنا فيه ضابط فيما يتعلق بالأيمان. إذا كانت الأيمان متعددة على أفعال متعددة فكل يمين فيه كفارة. مثال ذلك لو قال والله لا آكل هذا الطعام، والله لا أدخل هذا البيت، هنا إن خالف يمينه فواجب عليه أن يكفر كفارة يمين لكل يمين. لكن لو كانت الأيمان متعددة على فعل واحد فتلزمه كفارة واحدة إذا خالف. مثال ذلك لو قال والله وبالرحمن وبالعظيم أني لا آكل هذا الطعام، هنا أيمان متعددة لكن على شيء واحد، فخالف تلزمه كفارة واحدة، تلزمه كفارة واحدة. لكن متى تلزمه أكثر من كفارة؟ إذا كانت هناك أيمان، إذا كانت هناك أيمان متعددة على أفعال متعددة. بارك الله فيك. شيخ، كثير من الناس قد يتهاون بالأيمان، بعضهم الشيخ قد يحلف لكن ليس يعني الحالف له، كان يقول مثلا والله لا أعطيك 500 ريال مثلا، هو يقصد أنه يقول لا أعطيك، والسامع قد يعتقد أنه تأكيد أنه بإعطائه المبلغ الآن. الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. ومعنى هذه الآية كما قال المفسرون معناها أنه لا يحلف إلا إذا كانت هناك حاجة تستدعي الحلف، ثم إذا حلف فإنه يحرص على أن لا يخالف يمينه إلا لما هو أحسن وأفضل، ثم إذا خالف يمينه عليه أن يحرص على الكفارة. فإذا المحافظة على اليمين بعدم الحلف إلا عند الحاجة، إذا حلف يحرص على أن لا يحنث إلا إذا كانت هناك مصلحة، إذا حنث وخالف يمينه يحرص على الكفارة. هذا معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. لكن ما سألت عنه هو ما يسمى بالتورية، أن يوري في كلامه أو أن يوري في يمينه، هذا لا يجوز له إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة تستدعي أن يوري الإنسان في يمينه، ولا سيما إذا كان مظلوما، فإن كان مظلوما فله أن يوري في يمينه. وإلا فالأصل أن المسلم يجب عليه ابتداء أن يحفظ يمينه، وأنه إذا حلف يكون حلفه صادقا. لكن إن دعت حاجة إلى ذلك، إلى أن يوري، فلا بأس بذلك إن كانت هناك حاجة ملحة. أما من باب العبث أو ليست هناك مصلحة فلا يجوز مثل هذا، لأنه لو عثر عليه في المستقبل، عثر على أنه كاذب في ذلك، فإنه لا يصدق ويعد بذلك من أصحاب الكبائر الذين لا يتورعون عن اليمين الغموس في تصور الناس. نعم، بارك الله فيك. معنا أبو زياد على الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أبو زياد. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك شيخ أبو زياد. الله يبارك فيك. الشيخ أنا بس عندي استفسار سلمك الله. أنا شيخ بخصوص صلاة الجمع والقصر. في الفترة الأخيرة يعني كانوا صار لها أكثر، ما بقول أقول رواية يا شيخ، لكن صار لها أكثر من طريقة بحسب اختلافات، وأنا حبيت آخذ الأرجح والأصح حسب ما يعني اللي أنت طلعت عليه أو اللي أنت تحكم فيه يا شيخ. الآن في أصلي في المثال يا شيخ الظهر والعصر، في إنه أصليها ركعتين ركعتين، وفي ممتاز. قول ثاني إن أنا بصليها مثلا لو كان وقت صلاة الظهر أصلي الظهر 4 ركعات وأقصر العصر اللي هو بجمعها مع الظهر، فما أدري أيهما أصح يا شيخ.
يعني انت تسأل وش الاصح، هل انك تجمعها بقصر نعم، هل او أجل مثلا تجمعها، اسمع معي، او انك تصلي الظهر اربع والعصر تقصرها ركعتين. نعم، او اقصر الاثنين. طيب واضح، واضح سؤالك، شكرا لك، بارك الله فيك يا ابو شكرا سعد، لك. بارك الله فيك. مع الاتصال مهندس، طبعا نوصل الاسئله. هذا يسأل الشيخ عبر جوال البرنامج، يقول توفي والدي ونزل له راتب شهرين من التقاعد بعد وفاته، وذلك لأن إخوتي لم يبلغوا عمله بوفاته إلا بعد شهرين. حكم هذا المال، هل هو حلال أم حرام؟ وهل يجوز لنا أن نعتمر ونحج عنه بهذا المال؟ هذا المال ينظر فيه إلى حسب نظام التقاعد، فإن أجاز لهم هذا الأمر وأنه متجاوز ومتسامح فيه فإنه يكون لمن صرف له، وإلا فإنه لا يجوز التصرف فيه، والواجب عليهم في مثل هذه الحال أن يودعوه في حساب إبراء الذمة حتى تبرأ ذمتهم، لأن هذا مال أتاهم بطريق غير شرعي، ومن ثم فإن الواجب عليهم أن يتخلصوا منه، ولو أخذوه واعتمروا به فإنه لا يجوز لهم هذا الفعل لأنهم ليسوا بمالكين له. نعم، بارك الله فيك. شيخ، الآن نرجع لسؤال الأخ الذي كان يسأل، يقول ساكن بالكويت وله مشاغل بالسعودية، بعض الأخوة قد تكون له أعمال في السعودية لكن تكون مسافة القصر قليلة جدا لا تصل ل 80، هل يعتبر خروجه من دولة إلى دولة يعتبر له قصر أم لا؟ الأصل أنه متى ما أطلق عليه أنه مسافر فإنه يكون مسافرا ويستبيح رخص السفر، ولكن ضبط الوصف بأنه مسافر في مثل هذا الزمن قد يتعسر أو يتعذر أو يكون فيه اضطراب، وإلا فالقاعدة الشرعية أن العادة مقبولة متى ما اضطردت أو غلبت، لكن إن صار فيه اختلاف فإنه يرجع فيه إلى رأي الجمهور من أنه محسوب بمسافة معينة، وهذه المسافة قال الفقهاء هو أن يسير الناس بالإبل سيرا معتدلا في يومين، يعني لما حسبوا هذه المدة وجدوها أنها تقرب من 80 كيلو، وكذلك الأثر الذي أثر عن ابن عباس لا تقصر في أقل من 4 برد، والبرد أو البريد هو نصف يوم، يعني 4 أبرد عبارة عن يومين بمشي الإبل المشي المعتاد، يعني يقولون ما يقرب من 80 كيلو. فإذا اختلفت أفهام الناس في إطلاق وصف السفر على شخص معين فإنه في مثل هذه الحال يرجع إلى المسافة التي حددها الجمهور، لكن الأصل أنه لم يرد دليل أنه إذا خرج مسافة معينة أنه يقصر، وأنه إذا قل منها أنه لا يقصر، ليس هناك دليل واضح على ذلك بدليل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر في 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، ومعلوم أن الميل يقرب من كيلو ونصف أو يزيد شيئا قليلا، ومن ثم كما أسلفت أنه متى ما اضطرب فهم الناس في وصف السفر في مجتمع أو في زمن معين فإنه يعاد إلى الجمهور أنه لا يقصر في أقل من 80 كيلو. بارك الله فيك. أبو زياد كان يسأل عن جمع صلاة الظهر بالعصر، ما الأفضل، هل يصليها كلها جمعا وقصرا أم يصلي الظهر 4 ويقصر صلاة العصر؟ هو إذا خرج من بلدته يقصر الرباعية إلى ركعتين، سواء كانت الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. لكن ربما أن السائل لما ذكر قضية قصر العصر مع الجمعة ربما أنه اشتبه عليه أمر، وهو يشتبه على كثير من الناس، وهو أنهم يسافرون يوم الجمعة، هم لم يصلوا مع الإمام لكن أدركهم وقت الظهر وهو في يوم الجمعة، ماذا يصنعون؟ نقول اصنعوا كأنكم في أي يوم من الأيام، صلي ركعتين على أنها الظهر، ثم اجمع معها العصر تصليها ركعتين كأنك في أي يوم من الأيام. لكن حديثنا فيما يخص جمع العصر مع الجمعة فيما لو صليت مع الإمام، إذا صليت مع الإمام الجمعة فلا تجمع معها العصر، أما لو كنت سائرا في يوم الجمعة وحضرت صلاة الظهر فهنا تصلي الظهر ركعتين
والعصر ركعتين لأنه لا جمعة قد فعلتها. نعم بارك الله فيك. معنا الأخت زينب، ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت ألو. زينب، تفضلي معك يا أخت زينب، تفضلي. أنا السنة اللي فاتت رمضان اللي فات كنت حامل فما قدرتش أصوم، ورمضان اللي جاي ده هكون مرضع، فحكم الدين إيه بقى في ال... طبعا أنا اللي فات ما صمتش، ورمضان ده طبعا حياتك الرضاعة ومع الصيام، فمش عارفة حكم الدين إيه. طيب تسمعين إجابة الشيخ بإذن الله، لعلك تجيب شكرا. شيخنا على سؤالها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، ومن ثم فإن المرأة متى ما كانت حاملة أو كانت مرضعا فإنها تفطر ويلزمها القضاء، لكن هل يلزمها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينة؟ نقول لا يلزمها إلا في حالة واحدة، وهذا يبدو فيما يتعلق بالحامل، لا يلزمها إلا في حالة واحدة، القضاء واجب عليها، هذا لا إشكال فيه، يعني متى ما كانت حاملا أو مرضعا وأفطرت من أجل هذا الحمل أو هذا الرضاع فإن الواجب عليها أن تقضي، لكن هل يلزمها الإطعام؟ لا يلزمها الإطعام إلا إذا أفطرت خيفة على الولد، أما لو خافت على نفسها من الرضاع فأفطرت أو من الحمل فأفطرت فإنما عليها القضاء، إن خافت على نفسها وعلى الولد معا من أجل الحمل أو من أجل الرضاع هنا عليها القضاء فقط، لكن إن أفطرت من أجل هذا الحمل أو أفطرت من أجل إرضاع هذا الطفل الذي يحتاج إلى هذا الحليب فإنه يلزمها مع القضاء الإطعام. خلاصة القول أن القضاء يلزمها، لكن هل يلزمها الإطعام؟ يلزمها في حالة واحدة فيما إذا كان الخوف على الحمل أو على المرتضع فقط، أما إذا كان الخوف عليها أو عليها مع المرتضع أو مع الحمل فإنما يلزمها القضاء فقط. بارك الله فيك. مع الأخت نورة، ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أخت نورة. ما الشيخ؟ معك، أسمعك، أسمعك الشيخ. الشيخ ما حكم كفارة من الضمان؟ طيب شكرا لك، بارك الله فيك. معك اتصال مهندس باسم ولا نجيب؟ طبعا نجيب على سؤالها، تسأل عن حكم الكفارة من الضمان. يجوز هذا، فأي مال يصل المسلم سواء كان هذا المال زكاة أو صدقة أو هدية وصلت إليه فإنه بمجرد ما يقبضها فإنه يملكها، وإذا ملكها فإنه يتصرف فيها، كما أن له أن يتصرف فيها بأكل أو شرب أو لباس، كذلك له الحق أن يتصرف فيها في إخراج كفارات واجبة عليه. بارك الله فيك. شيخ فينا معنا فهد، ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام الله. وبركاته. لو سمحت بس على الشيخ الله يجزاك خير، يسمعك عن التسبيح بالمصباح. عن التسبيح بايش؟ عن التسبيح بالمصباح جزاك خير، وأنا سنة وتر وجايز قبل صلاة الفجر بعشر دقائق. وش السؤال الثاني؟ صلاة الفجر ايش؟ عن صلاة الوتر قبل الفجر بعشر دقائق. أنا قبل صلاة الفجر بعشر دقائق. طيب. ويا الشيخ الله يجزاك خير، وعن التسبيح بالمصباح. واضح واضح. الاستغفار والتسبيح، وعندي ولد الله يجزاك خير ابو 13 سنه يتكلم علي ويرفع لسانه علي، هل هو وش تسوي له نصيحه؟ اسال الله ان يهديه يا رب، اسال الله ان يهديه. طيب شكرا لك يا اختي، شكرا لك. نعم يا مرحبا، مع السلامه. تسمعين اجابه الشيخ، شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. معنا خليفه، الو السلام عليكم. هلا ابوي. هلا اخوي خليف، حياك الله. كيف حالك ابوي؟ حياك الله. سؤال بس الشيخ، الحلم في تفسير الاحلام ولا؟ والله الشيخ فقط للفتاوى وليس تفسير الاحلام. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ام فهد كانت تسال عن التسبيح بالمصباح، وانا اتوخر الوتر الى قبل الاذان بعشر دقائق. النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل وسلم ثبت عنه انه كان يسبح باصابعه، وجاء عند أبي داود أنه كان يسبح
بيده اليمنى. وجاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم نصح النساء بأن يسبحن وأن يعقدن الأنامل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكن بالتقديس والتهليل وعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فالأفضل في حق المسلم سواء كان رجلا أم امرأة، الأفضل في حقه أن يسبح بالأصابع، حتى لو قال إنه قد يفوته ضبط العدد، نقول له: إذا عود الإنسان نفسه على ذلك وأحضر قلبه فإنه بإذن الله تعالى لن يخطئ في ذلك، حتى ينال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جانب. من جانب آخر، حتى يظفر بهذا الأجر، وهو أن هذه الأصابع تشهد له يوم القيامة بأنه سبح وهلل وكبر بها. أما ما سألت عنه من التسبيح بالمسبحة أو بالسبحة فإنه لا بأس بذلك، لأنه ورد شيء يشبه هذا، وهو التسبيح بالنوى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى بعض الصحابيات تسبح بالنوى، يعني بنوى التمر، فأجاز ذلك وسكت عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأمر من حيث الأصل جائز، لكن الأفضل كما أسفنا يكون بالأصابع. وليعلم أن المسبحة أو أن السبحة ليست موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست معروفة عند العرب، وإنما هي أتت محدثة. ولذلك لتعلم كما قال الألباني رحمه الله، قال: إن كل حديث جاء بفضل التسبيح بالمسبحة يعلم أنه باطل. لما؟ لأن السبحة ليست موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون لها فضل. وما جاء من حديث مثل نعم المذكر السبحة أو نحو هذا الحديث فإنه حديث لا يثبت ولا يصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيك. وأما بالنسبة إلى سؤالها ابنها الوتر، عفوا، الوتر تقول قبل الفجر بعشر دقائق. الوتر قبل الفجر إن كان مقصودها أن ذلك قبل أذان الفجر، يعني قبل طلوع الفجر، فإنه في وقته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. فدل هذا على أن الوتر يكون من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، بعد أذان الفجر لا يكون هناك وتر. فإن كان مقصودها أنها تصلي قبل أذان الفجر بعشر دقائق ففعلها صحيح، وإن كان مقصودها أنها تصلي قبل صلاتها للفجر بعشر دقائق فنقول لا يصح مثل هذا، ويكون الوتر قد فاتك وتقضين ذلك بالنهار في الضحى شفعا. يعني إن كانت تصلي مثلا ركعة تجعلها ركعتين، إن كانت تصلي ثلاث ركعات تجعلها أربع ركعات، لما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ترك صلاة الليل من وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. لما؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، فلما فاتته صلوات ربي وسلامه عليه جعلها شفعا. طيب شيخي، كانت تسأل سؤالها تقول أن ابنها عمره 13 سنة يتكلم عليها، تقول ماذا أفعل؟ نسأل الله أن يهديه. نذكر هذا الابن بتقوى الله عز وجل وبواجب الإحسان إلى الوالدين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا نهي المسلم عن كلمة أف أن تصدر منه تجاه والديه ولا سيما في حالة الكبر، فإن ما هو أعلى من ذلك من الكلام المزعج المؤذي يكون أولى بالتحريم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه قال: رضا الله في رضا الوالد وغضب الله في غضب الوالد. ومن ثم عليه أن يتقي الله عز وجل. وأما بالنسبة إليها فلتعلم أن هذا الشاب شاب قد أغواه الشيطان وغيب عقله فصدر منه مثل هذا الكلام، فعليها في مثل هذه الحال أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يصلحه.
ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ودعاء الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام يدعون الله عز وجل أن يرزقهم ذرية صالحة، فلتحرص على الدعاء. ثم في الأمر الآخر عليها أن تنصح هذا الشاب وأن تذكره بعظيم الإثم من الله سبحانه وتعالى لو استمر على ما هو عليه. وإن كان هناك شخص يمكن أن يؤثر عليه، عليها أن تذكر له ما يحصل منه حتى يناصحه. نسأل الله عز وجل للجميع هداية القلوب والثبات على دينه. بارك الله فيك. نأخذ آخر اتصال معنا في الحلقة شيخنا. معنا سلمان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا سلمان. عندي سؤال الشيخ. تفضل اسمعك الشيخ سؤالك. أنا كنت عسكري وفاصل علي مديونية في البنك وأبغى أحج ولا عندي استطاعة أني أسدد وأبغى أحج وأنا ما بدون عمل هذي. تجيب الشيخ. الحج في مثل هذه الحال لا يلزمك، لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن الحج في مثل حالتك لا يلزمك. وهذا المال الذي ستحج به عليك أن تقضي به ولو شيئا من دينك، لكن لو أن الإنسان خالف وحج فإن حجه يكون صحيحا. ولو قال قائل ربما يأتي إنسان ويتبرع لي بمال، أنا لن أدفع شيئا من المال في هذه الحجة، وإنما تبرع شخص لي بأن أحج وعلي دين سابق، فنقول لا بأس بذلك، لأن هذا المال ليس ملكا لك وإنما هو متبرع لك، فمثل هذه الحال يجوز ولا حرج إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وأسأل الله نفع بعلمك الإسلام والمسلمين. مشاهدي الكرام، ها نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. موعدنا معكم الثلاثاء القادم، ضيفنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر